السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم مقطع رياكشن، ادري اني قلت من قبل فاخر رياكشن نزلته انه ما راح انزل رياكشن مره ثانيه. هذا المقطع نزلته عشان اقول لكم عندي قناه ثانيه حقت رياكشن، فاللي ما سوى اشتراك يسوي هناك اشتراك، واللي ما سوى اشتراك هنا يسوي اشتراك بعد. قناتي الثانيه الحين فيها 8000 مشترك ونزلت فيها مقطعين، للي ما شافهم يروح يشوفهم. حدث اليوم او مقطع اليوم يقول لك حدث صار في منطقه ايجنسي اللي هو عاصفه او ستورم، فراح نشوف في هذا المقطع هل السالفه صدق كذب. وقبل ما نبدا كل شيء، شكرا لكل المتسبب اسماء اعلى فئتين راح تطلع في اخر مقطع باذن الله، وشكرا لكل واحد يستخدم كود شوب بي اس ال، شكرا لكم والله العظيم، يعني ما تدرون قديش يفرحني الناس يرسلون لي على انستغرام على تويتر انهم استخدموا كودي، شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. خلونا نبدا في المقطع، بسم الله. اوكي، اللي ضدهم دمجهم بالاوج وهم ثلاثه ضد. اوكي، واحد من اخويا ميت. يا ساتر عيال، والله رهيبة، اقسم بالله يا ساتر يا ساتر. تريك شوت، شلون مات؟ شلون مات؟ يقطع ام حظ المخيس. حاطين له افخاخ وما ادري ايش. بيج كلاوز هاز ستارتد بيرنج. اوه، يقول لك شوف شوف العاصفة، شوف السماء كيف فيها بروق ورعود. اوكي، شوف هذا الكاونت او الكاونتر كاونت داون اللي هو المؤقت اللي يوضح لك متى الحدث بالضبط، وشوف كيف يا ساتر حتى قاعد يتحرك. اوكي، الحين اللي ضده ذبح نفسه. ها، ماتوا اثنين طلقه، ولا الثاني بعيد كيف؟ لا لا لا، مستحيل. ووت، يا ساتر يا ساتر والله يا ساتر. والله مزلها صح ذا. طب سنايبر حطها بالبيكاكس، والله ديم ما معلى سنايبر بس، وشوف كيف شاله. اعطونا سكوب في البدايه ودمجه، بعدين انهى بالبيكاكس. كيف مات؟ كيف مات؟ جد كيف مات؟ هذا جوال معرق. يا ساتر العرق. يا الله. كني صكيت عين، كاني انا قمت من طلقة الار بي جي دي. حتى ما مات، ما تدمج، ما جا شيء، ما جا شلون. والله تشت اليم. وات، والله العظيم لقطات غريبة في المقطع، والله غريب اقسم بالله. هذا سلاح خرافي، ذاك مع ار بي جي ما تدمج، هذا ما تدمج، ما ادري شلون. ذاك ذبح نفسه بس على الاقل دمجوه شوي شيء. ايوه، وش صار؟ كمل كذا. يا الله، قارب ناشب، عجبت الحركه. اوكي، اوه شوف التايمين كيف، كلهم راقصين نفس الرقص، نفس كلهم مع بعض. اطور سلاحه الى سكار، اشوف ايش يسوي الحين. اتوقع انه بيلقى سكار، والله اني داري، والله اني داري، اقسم بالله اني داري، توقعت ذا الشيء. اوكي، هذا بيهيلون منها وبنفس الوقت بيذبحونهم. يا ساتر يا المداهمه، والله دهمه. مصبوص. ها؟ كيف ذا تحت الارض ذا؟ مصبوص. والله كيف؟ ها؟ رقى فوقها، ما طلع من عندها بالضبط. يا ساتر. سويدت. هذا ملقلق بينجا 360.
ما ادري شلون الحين 440 بنقه صار 200 ما ادري ايش ذا بنق قاعد يترقص عنده وفاز فاز في الجيم اوكي مو بجيم عادي لا جيم كريتيف اتوقع بس والله رهيبه اهلين نشبه اوكي راح بالنطه الاولى راح بالنطه الثانيه وبالثالثه وطلع ذا من مكانه وعطاه ثمانية بالشوتجن والله رهيبه الحركه سالفه النطيطه هذه تخرب على كل شيء اوكي عطاه 80 اتوقع بيطيحه اتوقع بيطيحه بيطيحون كلهم جيجي هي العشرة طاحوا كلهم بس هي العشرة هو اوكي اللي ضده طير بالار بي جي يا ساتر جيجي بيطيح على المويه انفجرت فيه في الهواء يا الله والله حظهم خيس اوكي ايش قاعد تسوي؟ وات ايش قاعد تسوي ذا؟ بيجي مكانه لا والله ذبح نفسه اهلين فاوا اوكي هذول كلهم بالطيارات بيسوون حرب بالطيارات والله ركب معه وشلون ما طق الجناح؟ وشلون ما طق الجناح يا عيال والله جد شلون؟ يا الله والله جد شيء عربي يقول والله كفو اوكي هذا راكب للحين ما في الهواء طيب هذا القوامه خويه ومع 3 مدكت و15 باندز ومره طيبه نشوف ايش يصير اوكي بيجي بوت يذبحه على اخر ثانيه على اخر ثانيه بوت يستهبل البوت يستهبل يا يجيك مأي ما يجيك سبك مرة استهبال احيا المايك ايش المايك في المقطع نفس المايك مكهرب ما ادري ايش جاية ذبحها بالقنبلة الأخيرة اهلين فهاوة اهلين فهاوة اوكي الدروب طاح كيف رسم الطيارة كذا فجأة؟ ها؟ وش صاير؟ شوفوا وينه؟ قطع أم اللعبة الكذب والله العظيم يا عيال أشياء غريبة أوكي بيطب عليه بيسكى فيه قطع أم القهر هذا ما يمديه متكت ما يمدي ما يمدي ما يمدي ما يمدي على اخر ثاني بيموت ها يا عيال كذب يا عيال وشلون صار هيله واحد الزون قاعد ينقص اثنين صار اخر شيء واحد يعني من اثنين الى واحد المفروض خلاص يموت بس سبحان الله اوكي متكت خلص متكت رمى الافخاخ بيجيب العيد في نفسه والله رهيبة والله رهيبة الحركة والله رهيبة اوكي هذا مع سكار ميثيك الطيارة هنا بتنفجر الطيارة الثانية بعد تنفجر اوكي ايوه ليش ماركة معهم خويهم ذا بتنفجر الطيارة فيهم بتنفجر جي جي كيف تصير بس قعون لا استهبال والله استهبال عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت ما تنسون تشتركون بقناة الثانية حقت الرياكشن احتمال انه يكون هذا اخر مقطع صدق المرة اللي راحت قلتها بس اذا شفت انه في عدد راحوا القناة الثانية واشتركوا باذن الله بكمل على القناة الثانية في الرياكشن مقاطع الرياكشن اللي هو اشوف مقاطع شكرا ل 500 الف مشترك شكرا لكم شكرتكم مقطع امس ولكن بشكركم بعد في مقطع اليوم شكرا لكم جميعا وان شاء الله استمتعتوا واللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات اهم شيء اشوفكم على خير سلام